السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مع وصفات فلو دوفاني. ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال اعزائي. كما كنت وعدتكم في الفيديو السابق نتاع تحضيرات رمضان اللي كنت حضرت فيه هذا الخليط نتاع المملحات، فاليوم راح نشارك معاكم بهذا الخليط مملحات من اروع ما يكون لسوفلي المحبوبة عند الجميع خاصة في شهر رمضان، وراح نزيد فيها إضافات. المهم اللي ما شافش الفيديو نتاع التحضيرات هادو اللي كنت حضرتهم من قبل، راح نحط رابط الفيديو في صندوق الوصف. فبدون إطالة نبدأ مباشرة في تحضير العجينة نتاعنا. هنا عندي 500 غرام نتاع خليط المملحات، راح نعطيكم عبر نتاع 500 غرام. راح نزيد عليه حبة بيض درجة حرارة المطبخ، وهنا عندي ملعقة كبيرة ياغورت طبيعي، البيض والياغورت الطبيعي راح يخلوا العجينة نتاعنا تجي خفيفة وقطنية، وراح نضيف 3 مغارف كبار زيت زيتون، تقدروا ديروا زيت نباتي. وهنا راح نجمع العجينة نتاعي بالماء الدافي. فانا احبابتي راح نبقى نزيد الماء الدافي بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون عندي طرية. اذا اعزائي هاي العجينه اللي تحصلت عليها. هنا اذا كنتوا زيتوا شويه الماء وبقات تلصق لكم في يدكم، تقدروا تضيفوا من هذا الخليط غير بالشوي حتى تنجمع لكم العجينه. فهاي العجينه تاعي، دائما نقول لكم العجائن هادو نطروهم باش يجونا خفاف بهذه الطريقه. فانا هنا راح نغطي العجينه تاعي ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها ما بين 30 حتى 45 دقيقة. المهم يتضاعف الحجم نتاعها، ونرجع ونشوفوا الحشو نتاعنا تاع نهار اليوم اللي راح يكون بسيط ولكن الذوق نتاعها راح يكون من أروع ما يكون. إذا أعزائي هنا راح نحضر أمامكم الحشو نتاعنا تاع نهار اليوم اللي راح يكون فيه طونة بالطماطم. هنا عندي علبتين تاع طونة بالطماطم، هذا هو الحجم تاع العلبة اللي عندي، فيها 80 غرام. إلا عندكم كبر من هذه تقدروا ديروا علبة واحدة، فأنا هنا درت زوج من هادو. العلبة الواحدة فيها 80 غرام، راح نزيد عليه هنا عندي 5 حبات زيتون كنت قطعتهم رقيق بهذا الحجم. هنا إلا ما عندكمش هذا اللي فيه الجزر لداخل محشو بالجزر، معليش ديروا زيتون المتوفر عندكم، تقدروا حتى ديروا الزيتون الأسود. وراح نجمع الحشو تاعي بالجبن. هنا عندي ملعقة كبيرة جبن كريمي، تقدروا تدوروا الجبن المثلثات، المهم يكون جبن طري. وهاي الحشو نتاعي جاهز، 3 مكونات حضري حشوة من أروع ما يكون بهذه الطريقة. أعزائي هاي العجينة نتاعي بعد ما خمرت، انا هنا راح نحلها. قبل ما نحلها نرش طاوله العمل نتاعي.
هاي العجينه تاعي بعد ما حليتها، هذا هو السمك تاعها. لا تنساوش راح تزيد تخمر وتنتفخ لنا في الفرن. فهنا جبت هذه القطعه، راح نبقى نقطع دوائر. فهنا راني قطعت العجينه تاعي، وهاد الزوائد راح نجمعهم ونغطيهم ونخلي العجينه تاعي ترتاح باش نقدر نعاود نحلها ونشكلها. دائما هذا النوع من المعجنات ولا من العجائن كي نفتحوها في الاول ونقطعوها، هاد الزوائد دائما نجمعوهم بهذه الطريقه ونغطوهم ونخلوهم يرتاحوا شويه. لازم العجينه ترتاح باش ما تغبناش كي نعاودو نفتحوها ونشكلوها. هنا راح نزيد نفتح هذه الدائره نتاعي. قد ما نرقوا العجينه قد ما تجونا لي سوفلي تاعنا خفاف وخاويين من الداخل بهذه الطريقه. وراح نحط الحشو في الوسط بلا ما ننسى نغطي العجينه تاعي هذه باش ما تكونليش القشره. دائما نغطوا العجينه تاعنا. انا هنا ما راحش نزيد الجبن المبشور، اكتفيت بالجبن اللي لميت به الحشو تاعي. تقدروا اذا تبغوا تزيدوا شويه جبن مبشور، هنا نتوما والذوق واش تفضلوا. بهذه الطريقة وبالقطعة الأولى اللي قطعنا بها نعاودو نقطعو باش تزيد تبلع لنا مليح وحتى الشكل يجي شباب. أعزائي هاني كملت الكمية اللي كانت عندي، هذه هي الكمية اللي تحصلوا عليها. أنا هنا زدت بلعتها مليح، كي نكونوا نخدموا فيهم راح يزيدوا ينتفخوا، فكي نكملوا قاع الكمية نعاودوا نبقاو نبلعوا فيهم بهذه الطريقة باش ما ينفتحوا لناش في الفرن. وبواسطة عود الأسنان راح نبقى ندير ثقوب صغار بهذا الشكل باش الهواء يخرج لنا، ونبقاو محافظين على الشكل نتاعهم. فانا هنا راح ندهن الفطائر نتاوعي بالبيض. هنا عندي بيضه كامله وراح نزينها بحبه البركه والسمسم. أعزائي أنا وكملت دهن الفطائر نتاوعي وزينتهم بالزنجلان وحبة البركة. أنا هنا راح ندخلهم في الفرن، كنت سخنتهم من قبل 180 درجة، وراح نخليهم حتى يتحمروا لي مليح. إذا أعزائي راح نحضر أمامكم عصير. هذه المرحلة كنت شاركتها معكم من قبل، أنا راح غير نديرها باش لي ما شافش الفيديو تاع هذا العصير اللي كنت حضرته يشوف المراحل من الاول حتى الاخر. فهنا عندي حبه شينا وحبه نتاع ليم جامدين، وراح نزيد عليهم 250 غرام سكر وراح نطحنهم نفس الخطوات اللي درتهم في عصير البرتقال اللي كنت شاركتها معكم، بصح اليوم راح نزيد له اضافات. فهنا راح نتبع نفس المراحل اللي درتهم المره اللي فاتت،
راح نحط الخليط نتاعي هنا وراح نضيف عليه الماء. الكميه نتاع الماء هنا راح نزيد. المره اللي فاتت قلت لكم في الطشينه وحدها هنا بهذا الخليط هذا زدت له لتر ونص تاع ماء، اليوم راح نزيد 2 لترات نتاع ماء. فهنا راح نضيف الماء فهنا حتى ولو بقاو لكم قطع ما نطحنوش كما راه عندي انا هنايا، معليش عادي. المهم هنا راح نغطي انا الخليط نتاعي ونخليه لمده 5 دقائق. اذا اعزائي هنا بعد ما مرت 5 دقائق وطلقوا لي مليح المكونات تشينا والليمون في الماء تاعي، هنا راه عندي هذه الفراوله اللي كنت حضرتها امامكم من قبل اللي كنا زدنا لها السكر وخليناها حتى طلقت مليح الماء تاعها هذاك السيرو اللي شفناه. فهنا راح نحطها في هذا الاناء وراح نبقى نصفي العصير نتاعي تاع تشينا مع الليمون ونطحن مليح المكونات حتى نتحصل على عصير من اروع ما يكون، ونرجع ونشوف وصفاتنا تاع نهار اليوم في طاولة التقديم. أعزائي وصلنا لنهاية الفيديو نتاع نهار اليوم اللي كان فيه وصفتين. الوصفة الأولى اللي كانت سوفلي بالعجينة الجاهزة اللي كنا جهزناها من قبل وزدنا لها إضافات، وكان فيها عصير كوكتيل بين الليمون والبرتقال والفراولة. وهنايا السوفلي تاعي بعد ما طابوا خداو اللون الذهبي، شوفوا كيفاش جاو محمرين. وانا كي نحلهم شوفوا الحشو كيفاش يبان ويجوا خاويين من الداخل. وهذا العصير المنعش تقدروا تحضروه حتى اخر لحظه قبل الاذان تاع المغرب، بما انه كنا حضرنا كاع المكونات من قبل ما عليكم غير تطحنوهم. فهنا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله كان خفيف وظريف عليكم والوصفات اللي كانت فيه نالت اعجابكم. فتهلاو في روحكم والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.